ممكن الناس تفكر برضه قيس الباب برضه احط الباب، بس الباب لما يجي يتحط لازم يكون في حيطه. يعني على سبيل المثال خليني مثلا اجي احط الباب دوت، قبل ما احط الباب لازم يكون في حيطه، فلازم ارسم الحيطه نفسها. فاجي اقول له هنا ارسم لي الحيطه، تمام اهي. طيب ايوه حاضر، استنى خلينا نرسم بس الباب. تمام، انت طبعا هتغير بقى الحيطه اللي انت عايزها بالمثل اللي انت عايزه وتسحب. طيب عايز احط الباب، هاجي هنا من اشوف الباب ده مقاسه كام، دي اي من هنا مثلا. لو في خط مش راضي يجي معايا بدوس ايه تاب عشان نبدا احدد ده مثلا مقاس 900. يبقى هروح للدور واقول له انا عايز مقاس 700، في عندي 700؟ مفيش. طيب اعمل ايه؟ اعمل باب جديد، هقول له ايديت تايب واقول له دوبليكيت، صح مظبوط. وهنا بدل 900 ديت هخليها ايه، 700 ولا كام؟ حد فاكر؟ 900 بالظبط. بدل 915 خليها 900 واقول له اوكي. ولازم اغير الاسم اللي فوق ده، ملوش علاقه بالشغل ده، اسمي بس وخلاص. تمام، اروح جاي هنا وتروح حاطط الباب في اي مكان اهو براحتك. تمام، وبعد كده انت ممكن في نفس الوقت بتدوس تاب يعملها، او ممكن هنا ادوس مسطره يقلب لي الباب زي ما انا عايز. ماشي، وتقدر من دول تقدر تقلب زي ما انت عايز. تمام، ده لو انا عايز احط باب. وبرده الفكره بنفس الفكره في الشباك وكل الحاجات اللي احنا ممكن نحتاجها. ماشي، طيب انا عايز ارسم مثلا حته زي دي، هقول له قول، وابدا اقول له انا عايز اعمل ايديت تايب، وابدا اقول له دوبليكيت. ماشي، وهو عايز انا الحته دي تبقى 160، كام في كام؟ خليها 160 خلاص، 160 دوبليكيت اوكي. ايديت 20 و20، خليها الغي ديت وخلي دي 20 ودي 140. تمام، الحيطه لسه ما خلصناش شرح ليها، لسه هنرجع للحيطه نشرحها بالتفصيل، بس ايه واحده واحده. ممكن تمشي كده، وممكن تقول له لا انا عايزها ايه، بيك لاين، وبيك لاين اسهل واكثر دقه. طيب ايه تاني اللي احنا المفروض نرسمه؟ في عندي اعمده اهي، العمود هبدا اقيسه. باشمهندسه نشوى معانا؟ تبدا تقيس العمود. اصل 600 في 250، فاقول له ان انا عايز كولوم، اركتكتشر كولوم. جاب لي العمود اهو، فاقول له انا عايز 600 في 250. واقول له ده 600 وده 250. تمام، وممكن تيجي هنا شايف الفيو دوت تقول له انا عايز اشوفها في اي اليفيشن، فبيبدا يجيب لك كل الاليفيشن تبدا تشوفه. طيب العمود اهو، هدوس مسطره يبدا يقلب معايا. ماشي، طيب لو انا حطيته وحاسس ان هو مش مظبوط بيقول لي خلي بالك ان العمود ده اتحط في وسط الحيطه. طيب ممكن اجي هنا اقول له انا عايز واير فريم، ممكن تقول له موف ام في من النقطه دي للنقطه دي، او تقول له الاين. فتبدا تعمل ايه كل الاعمده، بس اتاكد ان الشغل بتاعك من اول الجراوند للفيرست، مفيش حاجه طالعه فوق او نازله تحت. تمام، طيب عايزين نشوف امر جديد مثلا. تمام، زي امر مثلا السلالم، ما اتكلمناش احنا في السلالم ولا في الرمبات قبل كده، عايزين نشوف ازاي تعمل سلم او ازاي تعمل رمب. ماشي، طيب الرمب اهو، الرمب بتبدا تحدد هيبدا منين وينتهي فين. يعني ممكن تقول له جراوند لحد جراوند 100 10 سم مثلا، فتبدا ترسم فهو يبدا يرسم لك الحاجه بالشكل دوت. تمام، وحط لي الخطوط اللي انا اقدر ارسم فيها، فتقدر تغير المسافه بتاعت الرام، تقول له اوكي يعمل لك الرام زي ما انت عايز.
طيب الرامب لسه في شغل كتير، بس احنا ايه بنشوف سريعا. طيب خلينا ارسم مثلا سلم. اول ما برسم سلم بيقول لي انت عايز ترسمه منين لفين، وبيقول لي ان هو المفروض هيبقى كام درجه، هيبقى 17 درجه. تمام. طيب انت ممكن تدخل تعدل فيها، هو بيقول لك هو حسبها كده 17 درجه. ممكن تدخل هنا وتقول له انا عايز مثلا ده الرايز هاي، الارتفاع بتاع الارتفاع بتاعي 190. ممكن تقول له لا خليها مثلا ايه 180 بقى 18. طيب ده خلي بالك من الكلمه ماكسيمم رايزر هاي، اقصى حاجه ليها. تمام. ممكن نخليها 175 اهو بالشكل دوت. وده المينيمم تريد ديبس اللي هي لو انا عندي درجه المسافه دي قد ايه، هو جاب لك في الصوره دي. تمام. الهاي اللي هو الارتفاع بتاع الدرجه. طيب هو عاملها لي ازاي بقى؟ نركز، هو عامل لي درجتين هنا، ثلاث درجات هنا، وبعد كده بقيه الدرجات كده، وبعد كده كده ايه اللي بقى وايه شغال عليه. طيب هبدا اعمل ثلاث درجات مثلا كده. دي اي المسافه من هنا لهنا كام؟ 300. طيب اقول له خلي لي دي بدل 250 خليها 300. طيب والعرض هنا كام؟ دي اي 1250. طيب خليها 1000 دلوقتي. طيب هنبدا نرسم سلم اهوت، ثلاث درجات مثلا، ومن هنا هو طول ما انت بترسم سلم بيبدا يعدلك الدرجات بتاعتك قد ايه وناقصلك كام درجه، وتكمله السلم بتاعه من هنا لهنا. في درجه غلط، في هنا 3 وهنا 5. ده 250 في درجه ناقصه. تمام. خلي بالك ان السلم تقدر تتحكم فيه، لو في حاجه فيها مش مظبوطه بتقدر تدخل تعدل فيها زي ما انت عايز. ماشي. طيب لو قلت له اوكي هو رسمه، بس احنا ما رسمناهوش بالمقاسات اللي هو عايزها. تمام. لان في حاجه مش مظبوطه في المقاسات دي. طيب اقول له عايز ارسم الستير بتاعي من الجراوند للفيرست، هو عاملها 19، اكشوال تريد ديبس 300، لو انت عايز تعمل سناب ممكن تقول له اس اي اس ام يعني سناب للميدل. تمام. او عندك اس اي سناب للاند، يبدا يعمل سناب للاند. طيب خلينا نقول له ارسم اهو. ولو انت عايز في طريقه انك ترسم سلم سكتش، يعني تبدا تقول له انا عايز ارسم الباوندر لوحدها والرازر لوحدها والستير لوحده، بس بلاش ايه ندخل في تفاصيل. طيب خليني اقول له هنا بقى انا عايز ارسم اي ثلاث درجات همت. اربعتاشر. من هنا لهنا. طيب هو رسمها دلوقتي الدرجه مظبوطه. تمام. دي اي من هنا لهنا 300 بالظبط زي السلم التاني. لو عملت سيلكت هنا تقدر تسحب كده توقفه على اوله وتوقفه هنا، والسلم كذلك. تمام. تقدر تتحكم في العرض بتاع السلم زي ما انت عايز. طيب هقول له فينش، هيبدا يرسم لي بقى السلم زي ما انا عايز. لو دخلت في 3 دي هتلاقي الحاجات مرسومه بالشكل دوت. الغلطه عندنا في الحته دي، هنخليها ديت لحد الفيرست فلور. طيب الناس تجرب ترسم.
هنتكلم مرة عن سلم التفكير وبعد كده نقرا التفكير ازاي من السوم مرة واحدة. بس حلوة حلوة. طيب الناس معايا؟ طيب السلم طيب هنقول سلم من الاول ده انا راجع اصلا عشان اقول سلم من اول خالص. طيب انا هرسم سلم على جنب ونبدا نشوف واحده واحده. اركتكتشر هتلاقي عندك حاجه اسمها ستير، هتلاقي عندي هنا ان انا اقدر ارسم ستير واقدر ارسمه دائري واقدر ارسمه بالشكل دوت والشكل ده والشكل ده. طيب خلينا نرسم واحده واحده. اول ما ببدا ارسم بيسالني سؤال مهم قوي، من اني دور لاني دور؟ هو اوتوماتيك بيبدا يحسب لي عدد الضربات بناء على المعادلات بتاعتي، يعني هو بيوفر لي وقت في الحسابات.
قلت له مثلا من جراوند الفيرست هيقول لك ان هم 19 درجه. بناء على ايه؟ بناء على المعطيات ديت، دي حاجه اسمها ماكسيمم رايزر هاي، ده اقصى حاجه اقدر اسمح بيها او انا عايز اقصى حاجه كده. تمام؟ انت ممكن تكتبها 200 هو خلى لك 180 او 170، انت بتقول له الكود ما ينفعش تزيد عن كده خلاص. واللي تحتيها المينيمم تريد ديبس، التريد ديبس هتبقى قد ايه؟ تمام؟ بس في حاجات كتير قوي هناخدها واحده واحده، يعني الكورس قبل ما ينتهي هتلاقينا خدناهم كلهم، ازاي الترابزين اشتغل عليها وعدل فيها وعدل في المقاسات بتاعتها، انواع السلالم، عنده انواع كتيره جدا من السلالم ببدا اختار منها، ثلاث انواع اساسيين واقدر اغير واغير كل حاجه، وفي انواع كتيره من السلالم ممكن اشتغل عليها. تمام؟ طيب خليني اقول له اوكي دلوقتي وهبدا ارسم السلم بتاعي. انا لو رسمت السلم كده هو بيبدا يعد لي معايا، واخد بالك؟ بيقول لك دي رقم كذا كذا كذا. انا دلوقتي مثلا هم كام سلمه؟ قلنا 19، فانا هرسم مثلا 10 اهو، عايز ابدا اكمل. تمام؟ هو كده وقف ومستني ان انا اقول له هبدا منين عشان يبدا يرسم لي البسطه بتاعتي. مثلا هبدا من هنا وابدا اكمل. طول ما انت بتكمل مش هيعترض، لازم بس ايه التسعه. تمام؟ يعني ممكن تقل عن تسعه، انما لا اخرك تسعه. خلاص كده، كده السلم بدا معايا من الاول للاخر خالص. تمام؟ طيب هقول له اوكي. طيب عندي هنا العلامه اللي هي الاب دي، ممكن تعمل سيلكت كده وتبدا تشوف اذا كنت انت عايز تغير حاجه من الخصائص. خلينا نروح لانوتيشن. تمام؟ وهاجي هنا هلاقي عندي حاجه اسمها ستير باس. ستير باس. الباس بتاعي. انوتيز سلوب دايركشن بتاع السلم. طيب خلينا كده عند السلم اهو. انا عايز ابدا اظهر التركيب بتاع السلالم، شايف هنا تريد نمبر، تريد نمبر هدوس هنا هيبدا يعمل لي التركيب 1 2 3 4 5 لحد 10، وادوس هنا عمل لي الارقام لحد 19. طيب التركيب ده مش عاجبني، خلينا نعمل سيلكت عليه، ادوس تاب عشان اعمل سيلكت عليه، واجي هنا اقول له ايه؟ هو بيقول لي هنا انت عايز تعد ايه؟ الرايزر ولا التريد؟ تمام؟ ممكن يكون في اختلاف بينهم. طيب الديسبلاي رول قول ولا الرقم الفردي ولا الرقم الزوجي ولا اول واخر واحده؟ عمل لي رقم 1 و10. تمام؟ وده برده ممكن نفس الفكره، تعمل هنا وتختار نفس الحاجه. طيب انت عايز يكتب لك الترقيم ديت منين؟ من السنتر ولا من الليفت ولا من الرايت؟ خلاص خليها من الليفت. طيب الاوفست لو انت عايز تبعد عن الريفرنس شويه. المحاذاه. تمام؟ يعني هتبدا من السنتر ولا من هيحرر لك سنه صغيره كده. من اولها ولا من الفرونت ولا من الباك؟ طيب. الاورينتيشن بتاعتك هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ السايز ممكن تكبر لي السايز مثلا، تخليه مثلا 3. يكبر بشكل دوت. يبقى تاني لو انا عايز اعمل دلات السلم هروح هنا في الانوتيت هلاقي هنا تريد نمبر. تريد نمبر ببدا اشوف بقى السلم يكون ما مش مترقم زي ده مثلا وابدا احط. وبعد كده بعد ما بعمل كده بدوس هنا وابدا اشوف الاختيارات، هل انت عايز كله يترقم ولا السنتر ولا عايز تعمل الرقم الزوجيه الفرديه زي ما انت عايز. ماشي؟ طيب خلينا ندخل كده دخله صغيره وبعد كده الناس تبدا تطبق. لو انا عايز اتحكم في اللوحه الاوتوكاد ديت اخش في في ولا عندي حاجه اسمها امبورت كاتيجوري ولا لوحه الاوتوكاد اهيت ولا الليرات كلها. يعني لو انا حبيت اخفي الابواب هعلم على الابواب كلها واقول له اوكي. يحصل ايه؟ هتلاقي الابواب كلها اختفت. ده مرسوم في الريفت فموجود لسه. انما لازم ايه تيجي هنا في في ممكن تقول له اخفي لي الاوتوكاد كلها، تشيل علامه صح ديت. خلاص كده كل الاوتوكاد اختفى وكل اللي عندك بس ايه؟ شغل الريفت. تمام؟ طيب الناس تطبق. هو انت لما تقول له ايديت بتدخل في حاجه ما بتقدرش تستخدم اي امر تاني غير لما تخرج منها. مش موجود يا سيدي. انت ده في الايديت، انت اصلا في الايديت.
طيب انا عايز اشرح حاجه مهمه جدا جدا تمام ونفس موضوع الكتاب في حاجه جديده علينا فايه شفت تخيل شويه تمام انا وهي حاجه اسمها فيو رينج الفيو رينج يعني فيو رينج يعني اللوحه التحتي هتشوف من فين لفين تمام هي موضوع سهل جدا تمام اللوحه اللي انا عاملها الفيو اللي انا موجود فيه بيشوف من فين لفين يعني انت فاتح الكتاب الطبيعي بتاعك ان انت ظاهر من الدور الاول للدور الثاني او من الدور الجراوند للاول ممكن تجيبوا في بعض الحاجات انت محتاج من الدور الجراوند للدور النص الاول او من النص الاول للنص الثاني وهكذا فبنقدر نتحكم في الموضوع ده ممكن تكون انت في الروف وعايز تشوف مثلا جزء معين من الدور التحتيه فبنقدر نتحكم في الموضوع ده ده اسمه فيو رينج عشان يبقى معانا هبدا ارسم ثلاث حوايط فالناس تركز معايا فيها هرسم ثلاث حوايط اول حيطه اهيت وول رسمتها اهي تمام دي منين من الدور الاول لحد الدور من الدور يعني الجراوند الدور الفيرست طيب هرسم حته ثانيه واقول له ان دي من متر من الجراوند لحد الفيرست
وهرسم واحده كمان، خلي بالك كلهم ظاهرين، هرسم واحده ثانيه واقول له ان دي مثلا على ارتفاع 2 متر لحد الفيرست. خلي بالك دي ما اترسمتش، تمام، وجاب لي رساله ان في مشكله هي مش قادر يشوفها. طيب ممكن ما يكونش اترسمت، خلينا نرسم كده سيكشن جو تو فيو. لقيت ثلاث حوايط بس لقيت في حته فيهم مش موجوده معايا في البلان، تمام. يعني ساعات في بعض الاوقات هتلاقي حته انت راسمها ومش ظاهره. اول حاجه بفكر فيها لو حاجه مكتوبيه اخش في البي بي، في البي بي اتاكد ان اللير دي ظاهره، لو مش ظاهره بدخل في حاجه اسمها فيو رينج، ده بيظبط لي انا هشوف من هنا لفين. ساعات في بعض الاوقات بقول على حاجه، اول ما بدات ريفت كان معانا شخص في المستشفى والخاصيه دي وفرت لي وقت كتير قوي، وفرت تقريبا اسبوع شغل. اللي هي عباره عن ايه؟ كان عندنا الدور البيزمنت كله مطلوب ان ما بقاش فيه اي حاجه اوطى من 2 متر 80، اي من متر 80 عشان ممكن حد يغلط فيها، لازم اراجع الشغل كله واتاكد ان مفيش حاجه اوطى من متر 80. فكنا هنعدي على ماسوره ماسوره وكل التريك كل التريك ده. فانا غيرت الديو رينج قلت له انا هسيب من الجراوي ل 180، اللي كانت مليانه اصلا شغل خالص كتير جدا، لان شغل المستشفى فيه عندي انابيب بهيدروجين واكسجين وسنتريس كربون كل ده، كل ده اختفى وظهر عندي ثلاث نقط هم دول اللي انا ركزت عليهم. فالديو رينج حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب خلينا نشوف بقى الفيو رينج ده ازاي. انا في الجراوند اهو ولقيت حاجه اسمها الفيو رينج، ما تبقاش عامل سيلكت على اي حاجه عشان يظهر معاك الفيو رينج، لازم ما تبقى مش مسلك على اي حاجه. لو انا مش مسلك اي حاجه بيجيب لي خصائص الفيو. طب انا عندي حاجه اسمها الفيو رينج، هدخل هنا بيقول لي انت عايز تشوف فين التوب بتاعك والبوتوم، دي اهم نقطتين عندي، التوب والبوتوم دي اهم نقطتين، يعني من اول 230 للزيرو، تمام. طيب عندي خط قطع قط بلين، ده هيفيدني في ايه؟ الكاب اللي ده هيفيدني بالذات مثلا لو في شباك هيبدا يظهر معايا مقط، يعني البرنامج معمول للمعماريين فهتلاقي الموضوع دقيق معاهم. وعندي حاجه اسمها فيو ديبس، فيو ديبس يعني بشوف حاجه من الدور اللي تحتيه. يبقى انا عندي اهم حاجه بالنسبه لي التوب والبوتوم، دول اهم اثنين، اشوف من فين لفين. الكاب بلان ده بيفيد في التكشير، في لو في حاجه قطع في النص، الحاجات دي كلها. الليفل اللي هو الفيو ديبس ده بشوف حاجه في الدور التحتيه. طيب خلينا هنا في التوب والبوتوم. لو انا لعبت في الدور التوب دوت، خلي ده مثلا 500 وخليت ده مثلا 500 وقلت له اوكي، هتلاقي في حاجات كتير اختفت، اللي هيظهر بس الحاجات اللي هي مكمله معايا. طيب ندخل في الفيو رينج تاني، هقول له مثلا لا خلي لي دوت يوصل لحد الفيرست فلور. هو انا عندي ايه؟ الليفل اللي انا فيه، وممكن ادي ارتفاع وبعد كده في الدور الفيرست الليفل 4 كل دور، واخر حاجه انليمتد. انليمتد يعني ايه؟ يعني اي حاجه تطلع فوق لحد السماء ابدا اشوفها. اوكي اي حاجه تظهر معايا هيبدا يشوفها. طيب خلينا نرجع تاني. يبقى انا عندي هنا حاجه توب اللي هو التوب اللي هو البريمري، و 3 اللي هي بريمري رينج بوتوم او نقطه، وقط بلان اللي هو الخط في النص هيبان معانا لما نبدا نحط شبابيك. وهتلاقي عندك حاجه اسمها الفيو ديبس اللي هي اوطى حاجه من هنا لهنا اللي هي 6، تمام. طيب انا المفروض بشوف ايه في اللوحه؟ بشوف كل الشغل دوت من اول التوب لحد الفيو ديبس، بس الفيو ديبس ده بيبقى بان خفيف شويه. طيب خلينا نقول له مثلا انا عايز هنا من اول متر او 1500 وده 1500، يبقى اللي تحت 1500 مش هشوفه، وده خليه 2 متر وده احنا عاملينه اصلا ايه؟ مفتوح. هتقول له اوكي، هتلاقي في بعض الحاجات اختفت اللي هي الحاجات اللي ممكن تكون اقل. طيب خلينا نحط شباك كده ويندو اهوت، هنحط على ارتفاع 915 اهو. طيب نحط شباك تاني على ارتفاع 1500 هيبدا يظهر معايا. لو حطينا واحد ممكن بقى اعلى من كده ممكن ما يبانش معايا حسب الفيو رينج اللي انت عامله، بس تقريبا هيبان معايا اهو. يبقى انت الفيو رينج اهوت ده فيرست فلور، خليها 2500. طيب لو انت لعبت في الرقم دوت وخليت ده مثلا ده 500 وده 1500 قلت له اوكي،
جاب لي رساله بيقول لي ما ينفعش ان البوتوم يبقى اقل من الفيو ديبس، يبقى ده لازم كمان يبقى 500. يبقى التوب اعلى من قط بلان، وقط بلان اعلى من البوتوم، والبوتوم اعلى من الفيو ديبس. تمام؟ يعني لما بتغير بيبدا الحاجات تظهر وتختفي معاك حسب الحاجه اللي انت عايز تشوفها. ممكن يكون عندك دور كبير فتبدا تقسمه على مرتين، او ممكن تكون انت عايز تشوف مثلا اللاندسكيب. يعني لو انت عايز تشوف الحاجات اللي هي في اللاندسكيب، كل اللي انت تعمله في اللاندسكيب ان انت تيجي هنا في التوب وتخليها انليمتد، والفيو ديبس خليه هو الجراوند. يبقى انليمتد يبقى انت هتشوف الحاجات اللي هي ايه؟ فوق خالص، اعلى حاجه اللي هي في الروف. تمام؟ الناس طبق الفيو رينج دوت هتلاقيه سهل ولذيذ يعني. طيب تمام كده ولا فيها مشاكل؟ ايوه لحد ما نخلص شغل خالص، في دي اللي هنعملها من اول لاخرها، حتى ممكن تكون الشركه هنا نعملها من اول لاخرها ونشوف المشاكل كلها ونبدا نحلها. طيب لو انا عملت دور كامل، لو انا عملت دور كامل وعايز انسخه للدور اللي فوقيه، ماشي، عايز عملت دور وعايز انسخه للدور اللي فوقيه، اعمل ايه؟ اعمل سيلكت على الشغل كله، تمام، واخش هنا في الفلتر اتاكد ايه الحاجات اللي واخدها، يعني واخد كولوم، واخد دور، واخد ستير، مش واخد اي حاجه من الجريد. طيب عايز انسخ ده للدور اللي فوق. طيب الناس معايا؟ هقول له كوبي. كوبي اللي هي كوبي تو كليب بورد، مش كوبي ديت، لا كوبي تو كليب بورد. بيست دي بقى ظهرت. عندي بيست فروم كليب بورد، لازم انا اكون واقف في الليفل اللي انا عايز اعمل فيه بيست، يعني اكون فاتح مثلا ليفل 4 واقول له ايه؟ بيست تو سيلكت بيست فروم كليب بورد فيبدا يحطها. او اقول له الاين تو سيلكت فيو. يعني ايه الاين تو سيلكت فيو؟ يعني هيبدا يديني انا الفيوهات كلها وانا اخترت حط فين. يعني مثلا اقول له حط لي في الليفل دوت والليفل ده والليفل ده والليفل ده والليفل ده، واقول له اوكي. هتحصل مشكله دلوقتي. تمام، خلينا نشوف كده في الليفل في الساوس بدا يكرر الحاجات، حتى السلم يكرر، وفي طريقه هنقول عليها بالتفصيل ازاي اخلي السلم يكرر بطريقه اسهل من كده. طيب ممكن تحصل مشكله ازاي؟ لو في ليفل صغير او ليفل طويل حاجه زي كده، فيبدا يقول لك خلي بالك ان في حاجتين دخلوا مع بعض، يعني جراوند مثلا كان 3 متر، خد ال 3 متر دول وطلعهم في ليفل ثاني كان 2 متر ونص، يقول لك لا في تداخل مع بعض في الشغل. تمام؟ فاللي بيحصل كالاتي، ان انا بخلص دور كامل وبعد كده باخد الشغل ده في الدور اللي فوقيه وببدا اشوف اذا كان في تعديلات ولا لا ونبدا نعملها. احنا هناخد فيلا من اولها لاخرها بشغل الالكترونيك ديزاين، بشغل الكهرباء، بشغل الاستراكشر، بكل التفاصيل. لو انت عملت فعلا بايديك مشروع من اول لاخره، اي مشروع تاني بعد كده هيجي هتلاقيه سهل جدا، لان انت هتكون اتعرضت لكل المشاكل وكل الاخطاء اللي ممكن نتعرض ليها. تمام؟ طيب في برضه في البيست حاجه اسمها الاين تو سيم بليس، ودي نادرا لما بنستخدمها، ان انت عندك حاجه وعايز تحط حاجه في نفس المكان. ده هيجيب لك طبعا ايه؟ دوبليكيت.
في الاين تو بيك ليفل، دي بتحصل لما اكون واقف مثلا في ايه زي الفيشن كده، وابدا انا اختار الليفلات اللي انا عايزها. عندي ديت، في كرنت فيو، لو انت واقف في فيو معين تمام. بس فروم كليب بورد دي مشكلتها انها ما بتديكش حاجه بالظبط، انت بقى بتبدا تختار النقطه اللي انت تحط فيها فالناس تبعد عنها. طيب الناس تجرب كده تاخد الشغل من الدور الاول للدور اللي فوق، وحاول ما تخش جريد يعني تاخد الشغل بس.